نقطة إلى المدينة الجديدة سيد عبد الله نتابع. حبيت حتى ما انتبهت قبل ما نعطي الإشارة للتوزيع عبر كامل التراب الوطني. عبر كامل التراب الوطني رقم 251,890 سكن جاهز عبر التراب الوطني. عبر التراب الوطني بمختلف سير. يوزع ابتداء من اليوم. الحمد لله، شكرا لله. قبل ما نفوت للإشارة الخضراء لبداية التوزيع، السادة الولاة والسادة المسؤولين المحليين، بودي أن أعطي كل ذي حق حقه انطلاقا من سيادتكم شرفكم على قطاع حساس، طالما عارف مواجهات عنيفة سلبية لترك المواطنين في مشاكلهم السكنية وأمنيتهم، أمنية الناس هذو اللي كانوا يضادوا في قطاع السكن، أن الفوضى تعم البلاد من خلال نقص السكن إلى آخره. إذن مواصلة للمسيرة الأولى سي طارق، أشكر لكم المجهودات ولكل إطارات وزارة السكن ولكل عمال إلى أبسط عامل في إنجاز السكنات. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المكان اللي أنا موجودين فيه مدينة سيدي عبد الله، هذه 10 سنوات خلت كانت أرض بيضاء. عام 2014 كان تيران نو موزع مثل ما توزعت الجزائر على أشخاص، للغينا التوزيع تاعهم، ثم انطلقنا في هذا البرنامج الطموح لإنشاء مدينة جديدة، مدينة سيدي عبد الله، على غيرها من بعد جاتها مدينة بوينان ومدينة درع الريش ومدن أخرى. وتصحيح ما كان ضروري أن نصلحه في مدينة علي منجلي. إذن هذه المجهودات تاع الجزائر يعني بالطبع يعني تثير الغيرة والحسد وكل ما يتبعه من قهر لأعدائنا. رغم هذا أقول أن مدينة سيدي عبد الله والمدن الجديدة هذه ما خداتش حصتها، ما خداتش حقها في تنويه بالتنمية الوطنية من طرف إخواننا وأخواتنا الصحفيين والصحفيات رجال الإعلام، لأن ما فيش مثال واحد في العالم، وجازم ما فيش مثال واحد في العالم اللي ممكن يزحمنا فيها الأرقام ولا يزحمنا فيها التاريخ. ما فيش لا في دول عظمى ولا في دول صغرى ولا في دول نفطية ولا في دول أخرى. إذن الإنسان يقضي صلاحه ضروري، وإحنا موجودين من أجل مصلحته، ولكن كذلك الله عز وجل خالق الدنيا وما فيها يقول في القرآن الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن أتمنى باش اليوم الجزائريين يكونوا شاكرين لبلادهم مش الأشخاص، لوطنهم الغالي يتحرر بوديان من دماء ملايين الشهداء والمعطوبين واش راه يسخر الوطن اليوم. هذه هي ثمرة الاستقلال اللي باش نحتفل به من على يومين، 5 جويلية 2024. إذن هنيئا للجزائر، هنيئا للجزائريات والجزائريين بسكناتهم، ونواصل في هذا المنوال إن شاء الله حتى نغطي كل الحاجيات، لأن أنا متأكد لا من ناحية الاجتماعية ولا من ناحية السياسية ولا من ناحية الاقتصادية أن السكن هو الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي. مثل ما يقال كلام شائع فيما يخص
البناء وكون لو باتيمون فا تو فا. لما قطاع السكن يمشي كل مصانع، كل المصانع تمشي، سواء تاع الحديد، الاسمنت، الخزف الى اخره الى اخره، ويخلق مناصب شغل ويخلق حركيه قويه اقتصاديه. ملاحظه هو ان قبل انطلاقه الفعليه نتاع سياسه السكن لها ممتده الى اليوم وتقوات اليوم اكثر من اللي كانت عليه، كان ممكن نقول لورسكو لو باتيمون فا توت الي ايور، كل شيء كان مستورد. اليوم الحمد لله السكن مدمج جزائري 100%، اسمنت، حديد، خزف، نوافذ، ابواب، حتى الالكتروميناجي اللي يجهزوا به جزائري. اذا هذه هي الخطوات اللي تحسب على الجزائر، مش الناس اللي مازال في قلبهم مرض على هذه البلاد هذه، ويحوسوا يكسروا هذه البلاد ويحوسوا يقزموا هذه البلاد، بلاد عملاق واللي اسسوه عمالقه واللي استشهدوا عليه عمالقه. اليوم نتكلم على سي عثمان رحمه الله، عملاق من العمالقه ومتواضع، انا كنت نعرفه مليح، التواضع نتاعو كان رمز، التواضع نتاع الناس اللي اطروا في البلاد في سياسه البلاد وحروا هذه البلاد هذه. اذا هنيئا لنا كلنا، هنيئا لكل مواطن. و مادام كلفتني بالمهمه اعلن رسميا لكل الساده المسؤولين المحليين على راسهم الولاد بانطلاق عمليه توزيع 251,890 سكن على مستوى الوطن. مبروك عليكم.